من هون لأسبوعين ما رح كون موجودة، بس أنا رتبت كل الأمور، لا تقلقوا. ورح تابع من هني كمان. مهند؟ صباح الخير فيروز خانم، كيف صحتك اليوم؟ وين كنت يا هريبو؟ موجود هون، رايح غير ثيابي، تأخرت على الكلية. عود، عايزتك. عندك علم بالبرنامج؟ عن أي برنامج؟ رايحين على عطلة. ما عندي علم. بالأول آخذين الأولاد على الجبل، وبعدين رح نروح كلياتنا سوا على باريس، وأنت أكيد جاية معنا، مو هيك؟ ما بعرف إذا بقدر سافر. ليك، إذا أنت ما بتجي أنا ما بتحرك من هون لهون. إن شاء الله، إذا رتبت أموري بجي. بشوفك. ماشي، لا تنسى أكيد رح تروح. خلص حاول. بدك تروح. أنا رتبت مزاد تاني مشان الحفلة. طبعاً، وحكيت مع شركة المزاد. كنت بعرفهم من قبل، شركة كتير محترمة. طيب، اليوم رح أبعث لكم إيميل بكل التفاصيل، ومثل ما بتعرفوا رح يكون في عنا ضيوف أجانب كمان. عدا عن زال، بالله هيك؟ منيح كتير، نحكي بعدين. يلا باي. أي مهند. شو رايحين رحلة؟ سمعت من فيروز خان؟ نحن رايحين مو أنت. يعني أنتوا ما كنتوا رح تخبروني بالرحلة؟ ويمكن ما كنتوا رح تعزموني، صحيح؟ بين معك قديه كان معي حق بخصوص نهال؟ شو يعني هالحكي هلا؟ وقت اللي كنت عم قلك بعد عن نهال كنت قصد هالشي. انت سبب كل شي صار امبارح. انا شو دخلني يا سمر؟ عم تزعجها لنهال يا مهند. البنت معجبة فيك وعم بتغار عليك. حكي فاضي. نهال على طول هيك بصير فيها. اتضايقت من العجقة وبس. لما سمعت انك رح تتزوج ما تحملت. أحسن لك تبعد عنا هي الفترة. على الأقل لبين ما تتأقلم مع اللي صار. من هون لوقتها بنصحك لا تقرب عليها أبداً. ما معي حق مدموازيل؟ معها حق. شو ساوي؟ اوعك تفتح هالموضوع مع نهال ابدا. اذا صار عندك عالم بيجرحها لنهال بالاكثر. انا قلت لك من قبل البنت متعلقه فيك. نهال عملت منك بطل لاحلامها وهي حاببتك. بس من جهه تانية اكيد انت معك حق. انت شي طبيعي تاسس حياتك وتخطط لها. برأيي رح تنسى. سمر خانم كان تفكيره كتير منيح بهاي الرحلة. رح يكون منيح مشانها إذا بتبعد عنك شوي.
Thank you.